مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه في اولى فقراتنا وصحتك تهمنا. دراسه حديثه بتكشف ماذا تفعل ادويه الحموضه بجسم الانسان. نبهت دراسه طبيه حديثه وشديده الاهميه جرت في بريطانيا ان تناول الادويه المضاده لحرقه المعده الحموضه بيفاقم عرضه الاصابه بامراض قاتله، لكن مختبرات الصيدله ما زالت بتروج للمنتجات دي بمثابه مفعول سحري ضد الالم. وبحسب ما نقلت صحيفة دالي ميل البريطانية ان الادوية اللي بتستخدم لخفض مستوى الاحماض في المعدة وتعرف في الوسط الطبي بمثبطات مضخة البروتون بتزيد من خطر الاصابة ببعض انواع البكتيريا بواقع 3 مرات. وبيوضح الاطباء ان بعض اجسام المعدة بتستغل نقص الاحماض دي فبتنتشر في باقي مناطق الجسم، وهنا بقى بتكمن المشكلة لما بتصل بعض أنواع البكتيريا للرئة أو عضلات أخرى بتصبح حياة الإنسان معرضة للخطر. وبيحتاج طبعا جسم الإنسان لبعض أنواع البكتيريا المفيدة عشان إنجاز عملية الهضم، لكن المكان المناسب للأجسام دي هو الأمعاء، ولما بتتجاوز العضو ده بتحدث مشكلات كبيرة جدا. وبتشير التقديرات الصحية في بريطانيا ان 50 مليون حبة من الأدوية المضادة لحرقة المعدة او الحموضة بيجري وصفها في البلاد بالطمة الكبرى، لان بعض الاشخاص بيواظبوا عليها سنوات طويلة جدا بدل منها تكون بالامر بالشكل المؤقت. وكانت الدراسات دي الطبية كشفت في وقت سابق ان الأدوية حرقة المعدة ليها مضاعفات خطيرة جدا، وإنها بتعرض الإنسان للإصابة بسرطان المعدة والجلطة فضلا عن إضعاف عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال. بنتمنى يا رب الصحة والسلامة للجميع.